يا صباح الفل، يا صباح السعادة، صباح يوم جديد وحلقة جديدة وبألف هنا. يمكن ناس كتير نسبة كبيرة بتشتكي من السمنة، ونقعد ندور كده على أنظمة غذائية نجيبها من على النت أو حد من صحابنا أو حاجات زي كده. طب أنا في الآخر وزني مش بينقص، طب إيه المشكلة؟ وطبعا إحنا عارفين السمنة بتسبب مشاكل كتير جدا مرضية، ودي اللي إحنا هنعرفها النهاردة في خلال حلقتنا. طيب إيه هو النظام الغذائي وإيه هي الأمراض اللي ممكن تأثر عليا من السمنة؟ ده اللي إحنا هنعرفه النهاردة في حلقتنا من ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة، دكتور بيتر عادل منير، أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة والنحافة. أهلا حضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا. يمكن السمنه فعلا يعني موتره جدا لناس كتير جدا. بقعد اجيب مثلا انظمه من على النت، طب صاحبتي قالت لي على نظام، في الاخر انا بيبقى الموضوع فاشل بالنسبه لي. يعني قبل ما نتكلم عن الانظمه الغذائيه عشان اقلل نسبه الزياده في الوزن، عايز اعرف السمنه بقى ايه المشاكل المرضيه اللي هي ممكن تعملها؟ هي السمنه مع يعني بتبدا مسببه تاني سبب الوفيات حول العالم هي السمنة. منها بسبب أمراض عضوية وأمراض نفسية. عضوية ممكن تعمل معايا سكر، تعلي السكر. نسبة 80-85% من مرضى السمنة عندهم سكر. ونسبة 80% عندهم ارتفاع الضغط. وبالتالي بيحصل معايا أمراض قلب، اختلال في الهرمونات، اختلال في عمل الغدد، تعمل معايا التهاب في المفاصل وخشونة في الركبة. بقى تعمل معايا مشاكل بقى نفسيه كمان، ممكن تعمل معايا باكتئاب، انا اتجنب ان اقعد مع الناس او العزله، تعمل معايا ممكن ضيق نفس، لا مش عارف انام كويس من كتر ان بطني ضغط على الحجاب الحاجز، مش عارف اخد نفسي كويس، فتبدا تعمل معايا بقى مشاكل ارق كمان، فهتبدا تعمل معايا مشاكل كتير جدا. طب اقدر اقول انا عندي سمنه لما وزني يبقى قد ايه؟ ممكن السمنه دي بنحسبها عن طريق مؤشر الكتله. يعني بنبدا نحسب ان هي لو اقل من 18 الشخص ده بنقول عليه ان هو عنده نحافه. من 18-25 بنقول عليه ده الوزن المثالي. من 25-30 ده بنقول عليه اللي هو اوفر ويت، او اللي هو لسه على الحدود ان يوصل للسمنه. لو عدى ال 30 بنبدا نقول عليه ايه؟ اوبيز او مريض سمنه. مفرطة يعني. مريض سمنه. والسمنه المفرطه طبعا. او السمنه المفرطه. طيب مرض السكر من اخطر الامراض تقريبا، يعني اللي لازم نخلي بالنا. لو عايزين نتكلم عن مرض السكر وازاي مريض السكر يبقى عنده نظام غذائي يتجنب الزياده في الوزن. حاليا نقول ان السمنه بتبدا تعمل، ممكن تعمل معايا النوع الاول وممكن بطريقه غير مباشر، والنوع الثاني بطريقه مباشر. حصل ازاي؟ بيبدا الخليه بتاعتي المفروض ان هي فيها مستقبلات للانسولين اللي هو بيتفرز من البنكرياس. الانسولين ده المفروض ان هو بتبدا تستقبله الخليه عشان تاخد السكر بتاعها من الدم ويخش جوه الخليه. مع تكون السمنه ما بتبدا تحصل بتبدا تعمل زي طبقه عازله على المستقبلات ديت، فيبدا يحصل ما يسمى عندي بمقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين ديت اما بتزيد فانا نسبه الانسولين كويسه، لكن الخليه ما بتستفيدش ان هو ما يخصلهاش غذاء. فيبدا يحصل بقى يحصل بوعه داكنه، يبدا يحصل بقى خطوره ان السكر يعلى عندي في الدم. طيب ازاي يحصل عندي النوع الاول؟ بنسميه عليه فاتي ليفر. فاتي ليفر دوت اللي بيحصل فيه ان الدهون تبدا تتكون نفسها على الكبد، فالكبد يبدا يتكون عليه الدهون، فما بتبدا تتكون عليه الدهون وظيفته نفسها ما بيقدرش يقوم بيها، ومنها افراز الانسولين. فالانسولين ما بيبقاش يتفرز بكفاءه عشان يبدا يحرق او يحول السكر دوت الموجود في الدم لدهون، فبيبدا يعيق السمنه، تبدا تعيق ان يحصل معايا العملية نقل السكر ديت. طيب هنقف عند النقطة دي، ومعانا اتصال تليفوني، معانا أستاذة ريهام. ألو صباح الخير. أهلا، صباح النور يا فندم. صباح الخير، اتفضلي بسؤالك. عايزة أسأل الدكتور، أنا وزني 135 ومريضة سكر، وطولي 162، وكنت عايزة نظام غذائي أمشي عليه. تمام، شكرا ليكي. الدكتور هيجاوب عليك. شكرا. هو النظام الغذائي ما ينفعش احدده كده، يعني لازم اعرف الشخص دوت ايه النشاط بتاعه البدني. يعني النشاط بتاعه البدني احدده على اساسه ابدا احدد النظام الغذائي بتاعه. بس احنا حتى لو كده بيبقى السن برضه بيفرق معايا، يعني لو هي سنها كبير او نشاطها عامل ايه في العادي، لو هي رياضيه او لا.
فابدا بحلل اول حاجه كتله الجسم بتاعها، وابدا اعرف هي ايه المشكله اللي عندي، هل كتله الدهون هي اللي زياده ولا الدهون ولا الميه. فابدا لازم اعرف التحليل ده كله عشان ابدا على اساسه وابدا احط النظام الغذائي بتاعي. النظام الغذائي بتاعي لازم طبعا يقلل فيه السكريات، وابدا اكتر فيه الخضار، اقلل فيه طبعا الكربوهيدرات زي الرز والمكرونه والعيش، لان يعني الحاجات اللي هي منوع عليها سموس البيضاء اللي هي السكر والملح والدقيق والحاجات المخبوزات كلها. طبعا ابدا ازود معايا الفاكهه اللي هي قليله السكر زي الفاكهه كلها، الجوافه، العنب، الجوافه، التفاح، الكمثرى، البطيخ، كل الحاجات ديت مليانه سوائل وقليله سكر، على عكس حاجه تانية زي العنب والتين والبلح، كل الحاجات دي غنيه بالسكر طبعا ما اقدرش اكلها طبعا، ان الحاجات دي بتزود معايا عندي السكر جدا في الدم، فما اقدرش اخدها احطها في النظام الغذائي بتاعي. تمريض السكر دوت هل بيجي له لحظات اغماء ولا لا؟ فعلى اساسها برضو بعرف ده اعرف ابدا احط ده في الحسبان، لازم ياخد كميه سكر معينه قبل ما ينام عشان اتجنب ان يحصل له غيبوبه سكر او نايم. طيب خلينا نقف عند نقطه مهمه، وهي مثلا بلاقي اتنين مثلا عندهم نفس المرض، مرض السكر، فتقول لها بقى ايه يعني انا همشي على نفس النظام بتاعك، انا النظام اللي انا ماشي عليه مش جايب نتيجه ومش بخس وحرقي مش زي حرقك. ما هو الحرق دوت بيعتمد على كذا حاجه، هل الشخص دوت بيمارس يعني رياضه ولا لا؟ هل مجهوده البدني او طبيعه شغله هو قاعد على مكتب ولا يتحرك؟ الشخص دوت الاكل بيعتمد عليه ايه، او الاكل اللي هو بياخده فترات طويله ايه؟ هل بياكل وجبات منتظمه في وقت اوقات معينه ولا لا؟ يعني بياكل ثلاث وجبات ولا بياكل وجبتين ويجي الوجبه اللي بعديها ياكل حاسس بشعر بالجوع جامد جدا فيبدا ياكل بشراهه. فلازم ياكل بوقت معين في ميعاد معين ثلاث وجبات بتوعنا عشان ابدا احصل على نتيجه كويسه. بالتوازي مع مجهود البدن. طب خلينا لو قلنا كده مريض السكر يومه يبقى ماشي ازاي؟ يبدا نوم الساعه كام؟ لان بنسمع ناس كتير ان ممكن ما تتعشاش فتنام، فده غلط ولا صح؟ يعني ابتدي ترتيب ازاي وترتيب الاكل كمان معايا ازاي؟ يعني مريض السكر لازم على الاقل ياخد حاجه فيها نقدر بنقول معلقه عسل قبل ما ينام، عشان ما تجنبش ان هو بياخد دواء السكر ويروح واخده نايم. هياخد دواء السكر وينام ممكن ابقى عرضه كبيره جدا يحصل لي غيبوبه. اكيد صح. فلازم ابديله زي حاجه مسكره قبل ما ينام عشان اتجنب ده. طب في اول يوم او ما يصحى الصبح ببدأ نقول فطارنا يبقى من 6 ل 8 عشان ده اكتر ميعاد يبقى فيه الحرق كويس. فلازم يبقى من 6 ل 8 الصبح ده الفطار بتاعي. طب افطر ايه؟ افطر حاجات ما فيهاش سكريات كتير، ابعد مثلا عن الحاجات المشروبات الغازيه، اتجنب السكريات عموما. يعني الشاي بعد الاكل بفتره بعد الوجبه بساعتين عشان اتجنب برضو ان الحديد او الحاجات الغذائيه اللي اخدتها في الفطار ما تروحش. افطر مثلا بربع رغيف، افطر بيض مسلوق ما اكلش فيه سمنه او فيه زيت. ده بالنسبه للفطار. بالنسبه للغدا ناكل مثلا نتجنب شويه اللحوم الحمراء، نبدا نتفرج على اللحوم، نخش على اللحوم البيضاء زي السمك والفراخ، ديت الدسم بتاعها قليل والدهون المشبعه اللي فيها قليله شويه وصحية أكتر شوية من اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء بعد كده بتسبب معايا كترات، بتسبب معايا نقرس. فأبدأ أخد منها حاجات مشوية عشان تبدأ تنزل الدهون بتاعتها، أو مسلوقة بس ما استخدمش الشوربة بتاعتها. إن الشوربة بتاعتها بتبقى أما أجي تنزل فيها الدهون كلها اللي موجودة في اللحم. فأجي أستخدمها في الطبخ مرة تانية بقى كده أنا ما استفدتش حاجة برضه، وأخدت دهون تاني رجعت لي. تاني حاجة اللي أنا لازم كل أتمشى على الأقل ساعة كل يوم. الساعة ديت تخلي مجهود العضلي والدوره الدمويه في جسمي تشتغل احسن، فابدا اتحرك ويبدا معدل الحرق عندي يزيد. فالمشي ساعه كل يوم ده بنوصي بيه على طول عشان معدل الحرق بتاعي يبقى شغال احسن. طبعا بيجي بالليل اخر وجبه لينا تبقى من 6 ل 8، اخر وجبه ليا 8 وببدا اخد فيها حاجات بسيطه، ممكن علبه زبادي منزوعه الدسم او نشيل القشطه بتاعتها وبناخد معاها معلقه عسل بس كده. معانا اتصال تليفوني، معانا استاذ سمعين. الو صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اتفضل بسؤال حضرتك. سؤالي حضرتك، انا عندي 66 سنه وباخد علاج سكر ووزني يعدي حوالي 87 كيلو. تمام. طب بالنسبه للسكر عندي، ايه السكر في البيت؟ بقيس السكر بيديني سواء 114 120 127. هل في خطوره لما اكل لحم دسم ولا اي حاجه؟
تمام. واحنا شكرا لحضرتك. السكر بتاعنا 127، فاحنا على يعني كده يعني على الحافه، مش نقولش يعني مريض سكر، بس هو يعني على الحدود او عدينا الحد بتاع الحد الامن او الحد الطبيعي بتاع السكر. فاحنا طبعا نخلي بالنا احنا ما ناخدش اللحمه، ناكلها طبعا باعتدال يعني مش نمنحها، بس ما ناخدش معاها بقى حاجات تانية زي العيش والسكر، السكر نحل السكر مع كوبايه الشاي معلقتين وثلاثة، ممكن ناخد شاي من غير سكر خالص. يعني لو اضطريت اكل حاجه مش هنحرم، مش هنحرم، بس هناخد حاجه معينه بحيث ان انا اعوضها دي في دي، يعني استفيد باللحمه والبروتينات اللي فيها، وفي نفس الوقت ما اخدش سكريات من مصدر تاني زي الرز والمكرونه والعيش. طيب معانا اتصال تليفوني تاني، معانا استاذ سمير. الو صباح الخير. صباح الخير. اتفضل بسؤالك. ربنا عندي حفيدتي عندها 10 سنين وطلع عندها نسبه سكر، والموضوع ده قلقنا جدا. هل الطفل لو عنده نسبه سكر ممكن تروح مع الوقت ولا وضعها ايه؟ طيب الدكتور هيجاوب عليك حالا. هي السمنه في السكر في الاطفال، هي عندها 10 سنين. عندها 10 سنين، هي في تاريخ وراثي عندهم في العيله ان موجود دوت عندهم كتير ولا لا؟ لان هو لو موضوع وراثي يبقى حاجه مشكله بتبقى في الجين نفسه اللي مسؤول عن السكر. فديت طبعا بنبدا نهندلها او نمشي معاها بنظام غذائي، لو طبعا مش بتروح ان هي طبعا طبعا بتبقى حاجه جينيه، فطبعا نازله في الدي ان بتاعها، فش تبقى نقدر نغيرها. بس نقدر نتعامل مع اسبابها انها ما تزيدش، او نسيطر عليها بالنظام الغذائي بتاعي، ونبعد عن المشروبات الغازيه والشيبسي والحاجات المعلبه كلها. هل مسموح برضو يعني فكره السكر للاطفال بتبقى صعبه جدا يا دكتور، ان انا اقنع كمان طفل ان مفيش حلويات، مفيش الحاجات اللي زي دي، بس اكيد في حاجات بسيطه انا ممكن اديها لهم، ممكن اعديها لهم كده. ما انا ممكن اديه حاجه بس استعيد عنها بحاجات تانية، يعني مثلا الطفل ممنوع مرغوب زي ما بيقولوا، فهمنا عنه الحاجات ديت، فهو همنا عنه الحاجات الحلوه هيبقى طالبها. دي المشكله اللي بنقابلها كتير جدا في الاطفال، انه بيبقى طالب الحكايه دي، فهي ما فيش مانع ان يديله واحده، بس بعد كده ببدا بعديها بساعتين اديله الدواء بتاعه، وابدا اديله بقى حاجات ما فيهاش سكريات خالص. يعني اخد منها باعتدال، انا مش قادر امنحها منه تماما. صحيح. وممكن اخدها من ورايا، يعني في اطفال بتيجي تخش على الثلاجه تفتح على طول، بيبقى السيطره عليهم صعب. صحيح، والاقناع بتاعهم صعب يعني. اكيد. طيب معانا اتصال تليفوني، معانا استاذه انصاف. الو. ايوه صباح الخير. صباح النور. ازاي حضرتك عامله ايه؟ انا ممكن اكلم دكتور بيتر؟ طبعا. ربنا يخليك يا رب، مبسوطه اني سمعت صوتكم. اهلا بيكي. ربنا يخليك. ايوه استاذه. أيوة. انصاف. أيوة. ممكن حبيبتي. تسمعينا أيوة. من التليفون بعد اذنك؟ ممكن تسمعينا من التليفون وتوطي التلفزيون؟ لا انا بعيد خالص عن التلفزيون، تليفون موبايل وبعيد خالص. اتفضلي بسؤالي. بقول لحضرتك يا دكتور. اتفضلي. لا لسه ما حدش بيرد عليا. استاذه انصاف احنا سامعينك، اسمعينا. أيوة من التليفون. أيوة. اتفضلي. أيوة. بسؤالك. نعم. اتفضلي بسؤالك. انا عايزه اسال الدكتور، عندي حفيدي عنده 14 سنه، البنكرياس بايظ عنده، ما بيفرش سكر، بياخد انسولين 3 مرات في اليوم بس بياكل كل حاجه، اعمل ايه؟ شكرا لحضرتك. ربنا شكرا ليكي. معانا استاذه ايريني. الو. الو. الو صباح الخير. صباح النور. اتفضلي بسؤالك. انا عندي 26 سنه، وزني 85 وطولي 170، عندي الدهون في منطقه البطن، عندي دهون على الكبد، وفعلا عندي مقاومه انسولين لاني عندي اماكن غامقه في جسمي. ازاي انزل بطني دي؟ تمام يا استاذه ايريني، الدكتور هيجاوب عليكي حالا. طيب نروح لاستاذه انصاف حفيدها. حفيدها بيقول ان هو عنده مشكله في البنكرياس، فدلوقتي افراز الانسولين عندي في مشكله. ياخد انسولين 3 مرات. ما لازم ياخد انسولين يعوض افراز الانسولين، ما فيش طبعا انسولين بيتفرز من البنكرياس، فلازم اعوضه من بره. فطبعا لازم نمشي على نظام غذائي عشان جسمي وكده الخليه بتتعود على نوع معين من الانسولين، حتى لو البنكرياس بتاعي بيفرز لو نسبه بسيطه انا دلوقتي بمنحها خالص. فطبعا الحقن ديت لازم يمشي بنظام غذائي عشان ما زدتش في الوزن، وهيبقى عندي احس ان انا تعبان وعطشان وبعرق كتير ومجهودي
قليل، فلازم امشي على نظام غذائي عشان اتجنب الاعراض ديت، وخصوصا لما يكبر. يعني هو دلوقتي صغير فيبدأ طاقته بيحرق احسن، صحيح. بس مع كبر السن وفي مرحله الشباب ومرحله الشيخوخه هيبدا يتعب ويبدا تظهر عليه اعراض السكر، صحيح، تاثر على المفاصل وتاثر بقى على مشاكل تانية كتير. اكيد. طيب استاذه ايريني، هي بتقول 26 سنه وزنها 85 طولها 170، هي عندها دهون بطن ودهون على الكبد، بس هي مشكله دهون البطن هي اللي مضايقاها. دهون البطن دي دايما الدهون بتاعتنا بتبدا تتركز في المنطقه الاضعف، فلازم نبدا نعمل في حاجات تخسيس موضعيه نبدا نعملها، بس لازم مش موضوع دايت عشان الفاتي ليفر او الكبد الدهن اللي عندي دوت. كبد الدهن اللي عندي لو ما اتعالجش يبقى انا مش بعمل حاجه، ان الانسولين عندي ما بيتفرز بطريقه بصوره كويسه، فبيحصل معايا ان السكر عندي بيعلى، مستوى السكر عندي في الدم بتاعي، وبالتالي الدهون بتزيد. فلازم ابدا، ممكن ابدا اعمل تخسيس موضعي، بس لازم يكون مع دايت، ان الدايت هبدا اسيطر بيه على المشاكل اللي هي بتاعه الكبد الدهني، وفي نفس الوقت ممكن اعمل بيه جلسات كرايو كيفيتيشن او ميزو ثيرابي لو الشكل مش عاجبني. بس خلينا متفقين برضو دكتور عند النقطه دي، هل في نظام غذائي يعمل لي مثلا يعني انسف منطقه الدهون دي خالص، ولا انا هبقى جسمي كله هيخس؟ لا، ما في دهون، انا محتاج دهون برضو. يعني انا في دهون انا محتاجها، بس بنسبه ما تعداش. يعني انا محتاج جسم عشان يبني العضلات ويبني الخلايا بتاعته ويبني تكوين الهرمونات وتكميل الخلايا بتاعتي، انا محتاج دهون. بس لما ايه اللي المشكله بتحصل؟ لما بيبدا يزيد عن الحد الطبيعي بتاعي، فلازم ان انا اخلي بالي ان انا محتاج دهون، فلازم في طبيعه الاكل يكون في دهون بس بنسبه قليله جدا. يعني الجسم بيحتاج دهون بنسبه قليله، يعني الكوليسترول حوالي 200 مللي جرام، والبروتين الثلاثيه حوالي 150 حد اقصى. فاما اجي بقى افتح الدنيا واخد بقى مقليات ومشويات والحاجات دي، مقليات ومسبكات، وافتح المسائل معايا بتبدا تعمل خلاص كده الدنيا بتبوظ خالص. فلازم تبدا نمشي على نظام غذائي، وممكن نبدا تعمل تخسيس موضعي للمنطقه ديت، مع طبعا عاوزه طبعا تقويه عضلات منطقه البطن، دي المنطقه الاضعف عندها اكيد. وشغل الستات بيبقى عندها شكل الكمتره كده، فبتاخد من فوق رفيع وبتبقى تتخن من تحت شويه. طيب خلينا نروح برضو لمشكله مهمه جدا، وهي ان مرضى السكر بيبقى على طول دايما يقولوا انا بنحس بهبوط في السكر، بحس دايما انا عايز سكريات، جعان. فنروح لحته ثانيه، ان انا ببتدي انقنق ما بين الوجبات، يعني انا اكلت الفطار عقبال ما بوصل للغدا اكيد في نقنقه في النص كده. هما بيجروا على السكريات اكتر كمان، يعني الحاجات المسكره بيجروا عليها جدا. فاحنا حابين نقول ان هو يعني مش عايزين نمنع، بس هنقول ان احنا مفيش مانع ان انا اخد قطع، بس قطع صغيره، يعني ما ناخدش كميات كبيره وتبقى بين الوجبات، لا ممكن تبقى مع الوجبه وابدا اخد فتره انقطاع بين الوجبات عشان لادي فرصه للبنزين الانسولين بتاعي يشتغل ويبدا يحرق السكر الموجود دوت. فممكن ما احرمش، بس ممكن اخد قطع صغيره، على يعني اخد على حاجه صغيره قطع صغيره يعني. يعني ما بنعش النقل اللي ما بين الوجبات تماما؟ لا، النقل بين الوجبات لا، حته صغيره يعني قطعه. او نص قطعه كمان. حاجه بسيطه، حاجه بسيطه خالص. طيب خلينا نروح برضو للسمنه ومرضى الضغط. خلينا نتكلم بقى اول حاجه عن انواع الدهون اللي عندي. الدهون عندي اربع انواع، هم كوليسترول وتريجليسرايد اللي هو الدهون الثلاثيه، والاتش دي ال والال دي ال. اتش دي ال دهون عاليه الكثافه ودهون منخفضه الكثافه. ايه فائده الاربعه دول؟ الكوليسترول ده المفروض ان هو بيخش في بناء الخليه وبيعمل تكوين الهرمونات بتاعتي. ونخش على الموضوع، الدهون الثلاثيه بتعمل معايا ان هي بتمدني بالطاقه، يعني الدهون دي بتتحرق، المفروض ان وظيفتها انها تتحرق وتديني طاقه. الدهون اللي عاليه الكثافه اللي هي بتاخد بتلم السكر من الدم وتدخله الكبد. ال LDL او الدهون منخفضه الكثافه بتاخد الدهون من الكبد، السكر من الكبد، وتحوله لدهون متخزنه اللي هي بتتخزن وتعمل لي المشاكل. كل الانواع دي كويسه، بس الوحيد بس اللي فيهم لو عالي ده كويس ليا، اللي هو دهون من عاليه الكثافه، ان هو بياخد السكر من الدم ويحوله للكبد، ده اكتر واحد لو عالي شويه ده مش مشاكل. اللي بيعلى عندي مين تاني؟ الكوليسترول والدهون الثلاثيه والدهون منخفضه الكثافه. طب تبدا تعمل ايه؟ الدهون تبدا تترسب في جدار الشريان، فيبدا الدهون تترسب في الدياميتر او القطر بتاع الشريان نفسه، يبدا يضيق، فيبدا القلب عاوز يضخ دم، فيبدا يبذل مجهود اكتر، فلازم يزود الضغط عشان الدم يبدا يتحرك
جوه الشريان، زائد يزود ضربات القلب، فلازم القلب يشتغل بشكل اكبر عشان يضخ الدم دوت. ايه تاني بيزود معايا العامل دوت؟ قله شرب الميه. شرب الميه يقلل معايا اللزوجه، يزود يعني اللزوجه بتاعت الدم عندي تزيد، فيبدا حركه الدم تبقى اتقل تقيله. اه طبعا. فيبدا يحصل معايا تصلب الشرايين، فمن هنا بيبدا يحصل التعب بتاعي، مشاكل. طبعا خلينا نقف برضه عند النقطه دي. ومعانا اتصال تليفوني، معانا استاذه نوره. الو صباح الخير. صباح النور. صباح الخير، اتفضلي بسؤالك. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي. انا عندي ابني عنده 14 سنه والسكر التراكمي بتاعه 8 وعنده مقاومه انسولين. الدكتور عارف لي عنده مقاومه انسولين، جبت لها القرايات بتاعته 300 و400 ومهما عدى انسولين مفيش. يديني بعد ساعتين ان هو القرايه 130 و140 او 200، وبعد ساعات ابص الاقيه بقى رافع 400 و450. هو نظام اكلنا ايه؟ نعم. اكلنا عباره عن ايه؟ الانسولين اللي هو بياخده. الاكل، الاكل عباره عن ايه؟ الاكل بتاعه دلوقتي، هو الاول كان بياكل رغيف ونص، دلوقتي عملت له رغيف. بياكل ايه؟ رغيف ونص دلوقتي بقى رغيف. ده وجبه واحده؟ لا بياكل ثلاث وجبات. اه تمام. ثلاث وجبات. ايه بقى بقية النظام؟ يعني ايه الباقي؟ يعني ممكن طبعا شكا في النص، ممكن اي حاجه، بس هو الاعراض اللي ظهر عليه ان هو مش قادر يقوم، وشفايفه كده فيها زرقان كده بكتل سودا، وتحس جسمه كده على طول مهمل. طيب. بس انا عايز اعرف ايه مقاومه الانسولين دي؟ يعني الجسم بتاعه كده مش شغال ولا ايه؟ مش فاهم حاجه. تمام يا استاذه نوره، هنجاوب على حضرتك حالا. مقاومة الانسولين ديت نشرح مقاومة الانسولين. اشرحها لها تاني. مقاومة الانسولين ديت، ديت المفروض ان الخلية بتاعتي فيها مستقبلات للانسولين. الخلية المستقبلات دي فايدتها ايه؟ انها تتعامل مع الهرمون الانسولين عشان يدخل السكر من جوه الدم لجوه الخلية، والخلية تبدأ تستفيد بيه. طيب ايه اللي بيحصل مع السمنة؟ السمنة بتبدأ تقفل على المستقبلات ديت، فالنوع التواصل بين الخلية والانسولين مش موجود. فيبدا السكر يبقى زايد جوه الدم ومش مستفيد منه الخليه، وعامل لي مشاكل بره في الدم بتاعي، فيعلي عندي نسبه السكر، وبيبدا يعمل معايا البقع الداكنه موجوده، وخصوصا في منطقه الرقبه دي. البقع الداكنه دي تعلمها من اساسيه من علامات مقاومه الانسولين. فطبعا دوت لازم يعني، وفي الاغلب برضه يكون عنده فاتي ليفر، ان يعني هو يكون عنده كبد الدهني، لان يعني افراز الانسولين برضه مش هيبقى بكفاءه كويسه. فلازم طبعا يعني الموضوع دوت لازم يمشي معاه الدايت، ودايت متوازن جدا ودقيق جدا، ولازم يكتر المجهود بتاعه، ان هو في الاغلب همدان وتعبان فهو مش بيعمل مجهود. فلازم نظبط اكلنا ونظبط مجهودنا عشان يبقى المحصله كلها ان السكر بتاعي قليل شويه في الدم، وساعد الجسم ان يتخلص من السكر مدخله السكر بزياده. الفكره كمان قالت ان السكر تقريبا متذبذب، يعني مره 600 ومره 400 ومره 200. هو متذبذب يعني، لانه باكل بدون قانون او ميزان، مفيش ميزان للوجبات بتاعتي. فانا باخد سعرات مره عاليه وسعرات مره منخفضه، فعامل لي مشاكل. انا مش ماشي على نظام، انا ماشي مع نفسي، فماشي مع نفسي فمش ظابط سعراتي قد ايه. صحيح. فما ظبط سعراتي فاللي داخل انا مش عارف هو قد ايه، باكل مره رز مره مكرونه، بلخبط في الاكل. أكيد. فانا ملخبط في الاكل، فطبيعي السعرات بتبقى ملخبطه. اكيد. طيب نرجع تاني لمرضى الضغط، وايه الاكل المناسب لمرضى الضغط؟ لان بنسمع كمان اه لا ده في مشروبات توطي الضغط وفي حاجات توطي الضغط، فاحنا عايزين نروح للنقطه دي اكتر. اول حاجه تعلي الضغط المشروبات الغازيه، مشروبات الطاقه خصوصا، وخطيره جدا على الاطفال. الناس أطفال بتاخدها بكثرة دلوقتي. مشروبات الطاقة دي مشكلة كبيرة جدا للأقل، الأطفال الأقل من 18 سنة. صحيح. إنها بتعلي الضغط جدا، عشان فيها تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم. تاني حاجة الحاجات المعلبة والفاكهة المجففة، الفاكهة المجففة المية راحت منها، فطبعا السكر هو اللي بيبقى في المجفف ده، السكر بيور. فأنا باكل مجفف طعمه حلو فآخد منه كمية. تاني حاجة اللي هو الأملاح عموما، أملاح والمخبوزات والسكريات، يعني أنا باكل شيبسي وحاجات وجبات الجاهزة كلها بأنواعها، كلها بيعلم إن الدهون بتاعته عالية جدا وبيعلم معايا السكر.
طيب نروح لمرض تاني برضو لا يقل أهمية عن السكر والضغط، هما مرضى القلب وتأثير بقى السمنة على المرضى دول. مرضى القلب زي ما قلنا في الضغط كده إن الشريان نفسه بيبدأ يتغير شكله، فسريان الدم فيه بيبدأ يحصل فيه مشاكل، فالقلب يبدأ يبذل مجهود أكبر، فيبذل مجهود أكبر فإجهاده يبدأ يزيد، يقول لك أنا مش قادر أمشي، صحيح أنا المجهود بتاعي قل، مش قادر أطلع السلم، لأن القلب بيبذل مجهود معتاد، لا بيبذل فوق المعتاد، لأن مرهقه بالدهون اللي عندي، زاد الأحمال اللي عندي، إن الجسم بدل ما كان بيشيل 50 كيلو بقى بيشيل مثلا 60 و70 كيلو، صحيح، فأنا تقلت عليه وزن من بره، وتقلت على سريان الدم والدورة الدموية بتاعتي من جوه. فطبعا بيبدا يعمل كل ده عيب على ايه؟ على القلب. على القلب يبدا يحصل فيه ممكن بعد كده لو اتساب او اهمل يبدا يحصل انسداد، فيبدا القلب مش واصل له يعني انسداد في الشريان التاجي، فالقلب نفسه مش واصل له غذاء كويس، صحيح، انه يبدا يحصل فيه انسداد، يبدا يعمل معايا ذبحه صدريه او يعمل معايا سكتات دماغيه او جلطات. اكيد يعني نقدر نقول ان لو تغذيه سليمه صحيه مفيش بقى سكر، مفيش ضغط، مفيش طبعا الاكل بتاعي يعني اكيد سلاح ذو حدين، طبعا لو اكلت ما يفيدني واللي على قد مجهودي هستفيد بالاكل تماما ومش هتحرم من حاجه، صحيح، وهبقى صحتي كويسه. صحتي كويسه، شكرا ليك يا دكتور. نعم، شكرا ليك دكتور بيتر عادل منير، اخصائي العلاج الطبيعي والسمنه والنحافه، شكرا لحضرتك مره ثانيه. مشاهدينا ما خلصتش حلقتنا، لكن استنونا بعد الفاصل.